وقيامتنا كلنا. ظل مصطفى في ذا الليل وياك مارو تشاز في خنيتك لسيا تبفلك اوس ومارو اسمو ايروبيك كاتدراي تاني ابرز بيك كوين اومت يوت ام فريتن انيسو ابن ام بنجيني صوتو نو او شايني قطع الطقسي سمل شي سي ايدك شاي صاوي قام نبوك من يوت الثوى من بطر يرشيز بابا بطا وطرف في مايس نم بن يوت مترو بوليتي صعب أبو أولا لم بنيات نيبس كوبوس أبدا آمين جويس في عريبة أون جافيس نيوخ نبران بتشوي سنتاني قوم كيريف نوغيسون اكتوكاتا يوان ناقيو افانجليون تونا نسما مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا أمين موسى وهارون بين كهنته وصموئيل بين الذين يدعون باسمه دعوا الرب وهو استجاب لهم بعمود السحاب كلمهم شعبه وليباركهم على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوات مثل الخراب يبصر المستقيمون summer.
الرب ولن يندم. أنت هو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صعدك. الرب عن يمينك يا أبانا القديس البطريرك البابا أنبت ودروس الثاني وأبينا المطران المكرم الأنبا بولا وأبينا الأسقف المكرم الأنبا دافيد. الرب يحفظ لنا حياتكم باسم الرب القوات ربنا وإلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. بارك يا رب. فصل من الإنجيل معلمنا مار يوحنا الإنجيل البشير بركاته على جميعنا. الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني ساراكم أيضا فتفرح قلوبكم. ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. وفي ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا. الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج إلى أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت.
أجابهم يسوع الآن تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي، وقد قلمتكم بهذا ليكون لكم فيا سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.